موجودة النهاردة في وسط هذا الحشد المتميز جدا. المركز الكاثوليكي ما بينساش أبدا إنه يعمل لمسة وفاء لكل الفنانين ولكل الناس اللي أبدعوا واشتغلوا لحساب مصر. المبدعين المخلصين اللي حطوا قدام عينيهم دايما اسم مصر، دايما عايزين يفضل عالي، دايما عايزين يحافظوا على كرامته، دايما عايزين يحافظوا على انهم مواطنين جواز السفر بتاعهم بيقول مصري. انا مصريه وفخوره جدا وسعيده جدا، سعيده جدا باني موجوده في صحبه الساده الكاثوليك، لان انا تربيت في وسط وفي حضن مدرسه الفرنسيسكان الكاثوليك، قعدت 11 سنه بحضنهم، يمكن بعتبر ان انا تربيت احسن تربيه من خلالهم الحقيقه. لمسه وفاء من مصر ولمسه وفاء من المركز الكاثوليكي المصري لكل فنان مبدع. مهما تاخر التكريم، زي ما الاستاذ كرم النجار دمعته الغاليه نزلت على خده وهو بيقولها، وزي ما الاستاذه شويكار زكريا قالت، مهما تاخر التكريم لكن هيجي، هيجي لان مصر ما تنساش ولادها ابدا.